خلينا نروح للمباريات بقى، ونبدأ من المباراة الأولى، الأهلي وسيمبا التنزاني. وكان مراسلنا الأستاذ أحمد السيد على تواصل مع البعثة، وطاروا مباشرة إلى القاهرة عقب نهاية المباراة. نطمن عليهم ونشوف تصريحات ما بعد المباراة وردود أفعال، لأن في غضب كبير من الأهلوية، والكل بيحمل موسيماني المسؤولية. يبدو أن وأنا أؤيد ذلك، بدأ هناك شعور من القلق لدى الأهلوية فيما يخص موسيماني واختياراته وخططه في المباريات الكبيرة. قوما نطير إلى النادي الأهلي ونطمن على البعثة ونشوف كل التفاصيل. مراسلنا الأستاذ أحمد السيد، السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام، أهلا بك يا أستاذ عبد الناصر. أهلا بك أبو حميد، قل لنا التفاصيل وماذا لديك بعد الهزيمة من سيمبا التنزاني. طبعا بكل تأكيد حالة من الحزن، يعني جماهير النادي الأهلي حزينة مش بس على النتيجة وضياع 3 نقاط يعني وهزيمة أمام فريق سيمبا التنزاني في المباراة الثانية للفريق في الدوري المجموعات الأفريقي، ولكن يعني الحزن أكتر مش بس من الهزيمة، لا من الأداء، من سوء الأداء. ويمكن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ابتدى، يعني مش عايز أقول ينتقد موسيماني، بينتقد التشكيل، بينتقد التأخير في التغييرات، بينتقد حالة الخوف والرهبة اللي كان عليها لاعبي نادي الأهلي أثناء اللقاء، وكأن النادي الأهلي يعني يخاف أو يهاب فريق سيمبا التنزاني. ولكن في النهاية مباراة كانت من 90 دقيقة، فاز فريق سيمبا التنزاني. الأهلي لم يكن في يومه، سواء على مستوى المدير الفني أو على مستوى اللاعبين، كان في أخطاء. ففي النهاية يعني المباراة 90 دقيقة انتهت، وابتدى الأصوات يعني أصوات العقل زي ما بيقولوا تؤكد على ضرورة المساندة، ضرورة الدعم. الأهلي لسه عنده مشوار طويل في البطولة الأفريقية، وارد يكون فيها هزيمة في لقاء، ولكن الأهم هو يعني استمرار الأداء الجيد والاستفادة من الهزيمة، والاستفادة من أو يكون في دروس مستفادة من هذه الهزيمة. يعني يعني دائما يمكن وابدا. موسيماني يا أستاذ عبد الناصر، تفضل. اتفضل، الأندية الكبيرة خلينا بس برضو نوضح ترتيب المجموعة. تفضل. ترتيب المجموعة بس عشان الناس تبقى متخيلة برضو الوضع. سيمبا تنزاني 6 نقاط، وبالنسبة لفرق الأهداف هو عنده زائد 2+2. المركز الثاني فيتا كلاب الكونغولي 3 نقاط، عنده فرق الأهداف +2. يمكن المركز الثالث الأهلي 3 نقاط، فرق الأهداف برضه +2. والمركز الرابع المريخ يعني بلا أي نقاط، يعني في المركز الأخير. تصريحات موسيماني كانت مهمة بعد المباراة، والكل يعني الأهلي ثالث ولا تاني يا التفاصيل. أحمد؟ الأهلي ثالث ولا تاني؟ ثالث، الأهلي ثالث، الأهلي ثالث، تمام. الأهلي ثالث، ولكن يعني مش فارق كتير بالنسبة للأهلاوية الموقف دلوقتي. الأهم زي ما أنا كلمت مع حضرتك، قلت رتي فيتا كلاب الكونغولي القادمتين هم هيكونوا عنق زجاجة بالنسبة للنادي الأهلي، ومهم جدا الفوز بيهم سواء على أرض النادي الأهلي أو خارج الديار. برضو جماهير النادي الأهلي ابتدت تتكلم عن حضور جماهيري زي ما حضرتك نريد، يعني في لحظة ما بعد المباراة. مهم ان الانديه المصريه تقدر تستفيد من جماهيرها في مثل هذه اللقاءات القادمه في البطوله الافريقيه، وبما يعني يتراءى مع طبعا اكيد وزاره الصحه والاجراءات الاحترازيه، ولكن وجود الجماهير حتى ولو باعداد قليله بعض الشيء هيبقى داعم مهم جدا 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 للنادي الاهلي. خلينا برضو نحط الناس في الاجواء ما بعد المباراه، حاله حزن ما بين البعثه بالكامل. يمكن موسيماني تحدث مع الجهاز الفني سريعا حول يعني غياب التوفيق وغياب يعني المهارات الفرديه والقرارات اللي كانت بتصنع الفارق. كان موسيماني متضايق جدا بعد اللقاء، تحدث في المؤتمر الصحفي، قال مش هندي اسباب للخساره، ولكن يجب ان نتقبل الخساره، وكلاعبين وجهاز فني علينا تقبل هذا الامر. وارد ان احنا نخسر، ولكن هي دي كره القدم. تحدث كمان موسيماني على ان في مضايقات حصلت للفريق من الامن، سواء يعني اثناء الدخول للملعب او حتى قبل الدخول في التدريبات الاحماء. قال مش عايز اتكلم في هذه الاجواء، ولكن في كواليس كثيره حدثت، وقال مش عايز التمس اعذار، علينا ان احنا نتحلى بالهدوء ونكمل مشوارنا، وانا اثق في تاهل النادي الاهلي. الاستاذ محمد الضماطي رئيس بعثه النادي الاهلي يعني طالب اللعيبه بالهدوء، هزيمه وان شاء الله لا تتحقق بعد ذلك ويكون في تركيز. الكابتن محمود الخطيب تواصل مع البعثه
وعلى طول يعني خلينا نوضح بامانه حاله يعني حزن داخل افراد بعثه النادي الاهلي، وانبدا على الكل الارهاق بسبب ارتفاع درجه الحراره والرطوبه. على طول بعثه النادي الاهلي يعني تحركت من ملعب المباراه مباشرة إلى مطار دار السلام. يمكن بإذن الله البعثة يعني اتحركت بالضبط في تمام 8 مساء. من المفترض يعني أنها بإذن الله خلال الدقائق القادمة بإذن الله تكون توصل لمطار القاهرة. ده كان قرار مهم من بعثة النادي الأهلي والأستاذ محمد ضماطي، عدم المبيت، العودة مباشرة دون المبيت هناك طبعا لضيق الوقت، خصوصا أن النادي الأهلي عنده مباراة مهمة طبعا ضد فريق طلائع الجيش يوم الاحد المقبل في الدوري العام على ملعب الاهلي بيئة السلام الساعه 7:30 مساء. فالوقت قليل مع طبعا ضغط المباريات مع الارهاق، كل ده خلى النادي الاهلي على طول يتحرك بسرعه. الاهلي مباراته القادمه بس عشان الناس متخيله مباراه طلائع الجيش يوم الاحد المقبل، بعدها يبقى مباراه طبعا الاسماعيلي على ملعب برج العرب في الاسكندريه، مباراه الاهلي والاسماعيلي يوم 10 مارس. بعد كده على طول يعني الاهلي يلتقي طبعا مع فريق فيتا كلوب يوم 16 مارس. المهم ان النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره طالب اللعيبه بغلق ملف الهزيمه، طالب اللعيبه بالبعد عن وسائل الاعلام تماما، غلق كل الامور يعني زي ما قال في وقتها الكابتن سيد عبد الحفيظ، طالب اللعيبه بعدم الاحباط. لسه المباراه ومشوار البطوله الافريقيه مكمل وطويل، يعني طالب الجميع بالالتزام كمان بالصمت وعدم الحديث في أي وسيلة إعلامية أو حتى على السوشيال ميديا. من ضمن الكواليس برضه عبد الناصر، يمكن في مشادة حدثت ما بين موسيماني ومراقب المباراة في المؤتمر الصحفي. يعني موسيماني كان بيطالب يعني كان يعني مش عايز أقول مشادة كان، لكن بعض أحد الصحفيين المصريين سأل أو وجه عتاب لمراقب المباراة بسبب التعامل، فالراجل طبعا اتضايق شويه المراقب، فموسيماني كان طالبه ان هو قبل ما يتكلم يعني يعرف علامات الغضب دي علشان الموضوع يكون واضح. فموسيماني قال له احنا مش في معركه، انت مسؤول في الاتحاد الافريقي. فيعني كان حاله استياء من موسيماني من تعامل مراقب المباراه. نفس الوقت موسيماني كان كلامه ان الاجواء التي حدثت فيها المباراه مش طبيعيه ولا تحدث في العالم كل ظل طبعا وهذا الحشد من الجماهير، ولكن هل طالما في قرار من الكاف اكيد مش هنقدر نعلق على هذا الامر. يعني المدير الفني لسيمبا التنزاني كان ليه كلام مهم جدا، وجه كلامه الموسيماني قال له اللعب في الملعب وليس في المدرجات، وان الكل يعلم ان تنزانيا غير منتشر بها كورونا ومن الطبيعي ان ترى بها جماهير في المدرجات. حقيقة وهو قال انه على المستوى الفني فوجئ بعدم الدفع بقفشة في بداية اللقاء، هو حتى كان بيقول انه كان عامل له 1000 حساب، هو فوجئ بعدم الدفع بقفشة والسولية في البداية، وقال ان بيتوقع ان يكون في منافسة قوية لحد نهاية الجولة علشان يعني حتى نهاية مباريات افريقية لها يعني يكون في التنافس مستمر لحد اخر جولة وفقا لكلامه. يعني ده الحسم بطاقتي تأهل للربع النهائي. قال يعني قفشة لاعب مهم جدا وسريع ودايما بيحاول يعني يفتح المساحات المغلقة أمامه، والمدير الفني الفرنسي اتكلم عليه إنه من اللعيبة اللي بيحبها على المستوى الشخصي على المستوى الأداء يعني. ولكن في نفس الوقت قال النادي الأهلي فريق كبير وهو استطاع تحقيق الفوز وكان جاهز وجهز فريقه لهذا الأمر. طب أنا عايز أسأل سؤال يا أحمد، الأهلي هيلاعب طلائع الجيش الحد الجاي، الحد ده موافق 28 فبراير؟ تمام. وبعد كده هيلاعب فيتا كلوب يوم 5 مارس في القاهرة. تمام. صح كده، أكيد أنت نسيت تقول 5 مارس في القاهرة. صح. وبعد كده صح. يوم 10 الإسماعيلي. الإسماعيلي وبعد كده 16 فيتا كلوب. نسيت تقول 5 مارس فيتا كلوب بس. ممكن سهوا ما قلتهاش يعني. معلش أنا عارفك إنك أنت متأثر وهارد لك يعني. والله يعني الحمد لله والله زي عبد الناصر، ولكن اللي بيحزن ان الاداء ما كانش على المستوى. عارف ساعات اوقات بتعمل مباريات حلوه وما تكونش النتيجه معاك فده امر وارد، لكن المشكله ان انت في اخطاء من المدير الفني، اخطاء من اللعيبه، ما كانش الاهلي مش هو ده الاهلي. اهو قدامنا الجدول اهو، بعتوا لنا الدكتور احمد صديقنا الاهلي وطلائع الجيش 7:30 28 فبراير، 5 مارس
الاهلي في الأهلي تاكلاب في القاهره القاهرة 10 مارس، الاهلي الاسماعيلي والاهلي في برج العرب 7 ونص 16 مارس في تاكلوب الاهلي في انجولا، في الكونغو. في الكونغولي قصدي، انا اسف. ده ترتيب الاهلي في المباريات الاربع المقابله، مباريات اللي جايين للاهلي. صح، والوقت قليل يعني ما بين طلائع الجيش وفيتا كلاب والاسماعيلي وفيتا كلاب تاني، ولكن اربع مباريات مهمين جدا. مهم جدا ان النادي الاهلي يركز في بطوله الدوري العام، يكمل انتصاراته، وفي نفس الوقت مهم جدا مباراتين فيتا كلاب دول، وده اللي الكابتن فهد عبد الحفيظ بالمناسبه قاله للعيبه، ان الفوز في المباراتين دول هيحسموا بشكل كبير فرصه النادي الاهلي في التاهل، لان انت بتحقق 6 نقاط كامله وبتقضي على طموحات فيتا كلاب اللي فاز على المريخ 4-0 منذ ساعات. ودي صوره النادي الاهلي وهم متجمعين في المطار قبل ما يطلعوا الطياره، متوجهين من دار السلام الى القاهره. يعني دي حقيقه، يمكن يعني من ضمن الكواليس بعض اللعيبه كانت متضايقه طبعا من النتيجه، ابتدوا يتابعوا شويه يعني وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع بتتكلم. هو اللي زعل الجمهور الاهلي ان موسيماني كان مش مركز لا في الملعب ولا في المؤتمر الصحفي، يعني حتى في المؤتمر الصحفي الكلام اللي قاله لا يليق بالمدير الفني للنادي الاهلي، كان متوه ومش عارف يقول ايه بصراحه. يعني هو الاجواء كلها ما كانتش جيده، ربما بالنسبه لموسيماني بالتحديد يعني. الاجواء ما كانتش جيده، موسيماني اكيد اكيد طبعا انه اتهزم، بالنسبه له حاجه جديده بانه يهزم من النادي مع نادي الهلالي في البطوله بس الافريقيه. كان يا احمد كان مفرط في الخوف. انا قلت لك كده، كان يعني فكره ان انت تبدا بثلاث ديفندرات، انت بتصدر فكر دفاعي شويه للعيبه ما قبل المباراه، فده طبيعي، خلاص انت نازل تعمل زون ديفنس، نازل بتقفل، ما بتلعبش اللعب بتاعك الطبيعي، فبتدي حتى افضليه لفريق سيمبا التنزاني يبدا يشم نفسه قدامك، وده اللي حصل. ابتدينا في الشوط الاول نشوف كرات عرضيه، تسديد من خارج منطقه الجزاء، لكن ابتدى لما الاهلي يلعب لعب ويمسك كوره ابتدت الامور تتغير شويه. لو كان قفشه موجود في البدايه اعتقد الامر كان هيفرق شويه، او حتى لما بنلعب بالتشكيله الطبيعيه بديفندرين وقدامهم قفشه وجناحين او تحت راسين الحرب المثلث الهجومي بتاعك، ربما الامر يكون يعني يختلف بعض الشيء. اللعيبه كتير برضو ما كانتش في الفورمه، كان في مس باص كتير، حتى الحركه في الملعب كان في تقل فيها برضو، خلينا نلتمس العذر، الحراره كانت عاليه والرطوبه كانت عاليه جدا، حتى بان في التمرير في بطء في التمرير، في بطء في التحرك، غير كاس العالم للانديه، حتى كنا بنشوف اللعيبه بتتحرك باريحيه ازاي، وكل لاعب بيتحرك وياخد مركز ثاني، وتبادل المراكز كان موجود. طبعا في هذه الاجواء الامور دي كانت صعبه، لكن برضو خليني يا استاذ عبد الناصر يعني من خلالك نوجه كلام لجماهير النادي الاهلي. مباراه وعدت 90 دقيقه وانتهت هزيمه، هزيمه ما لا تليق بالنادي الاهلي، ولكن ده وارد جدا وحدثت قبل كده، ما فيش مشكله، الاهلي بيقدر يتجاوز ويستفيد من هذه الدروس، عنده لسه المشوار مكمل، ده مش بطوله، يعني الهزيمه اليوم ليست هي البطوله، البطوله لسه مكمله والحظوظ الاهلي ما زالت موجوده. يعني يوصل الأهل إن شاء الله بالسلامة يا أبو حميد، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا أستاذ عبد الناصر. شكرا جزيلا. يعني زي ما أنتم شايفين أحمد يعبر عن الأهلي والحزن يخيم الأجواء، يعني على الأجواء كلها. أول هزيمة للأهلي في البطولة الجديدة، وأول هزيمة لموسيماني إفريقيا.